أخبار اليوم. السؤال الرابع: من الشكل المقابل وضح رقم واسم كل مما يأتي. طبعا كلكم عارفين ان الشكل قدامي ده هو رسم الحزام الحوضي في الإنسان. فلما أقول قل لي رقم واسم عظمة أمامية بطنية، تبقى العظمة الأمامية البطنية رقم 5 تسمى العانة. 2، فقرات تتصل بها عظام الحوض من الخلف. لو بصيت على مجموعة الفقرات إن من الخلف دي حاليا اللي هي تشير ليها برقم 6 هي الفقرات العجزية. 3، منطقة اتصال عظام الحوض من الأمام اللي يقصد بها رقم 2 اللي بيتصل بها العظام من الأمام، دي منطقة بيطلق عليها اسم الارتفاق العاني. تجويف يتحرك فيه النتوء الداخلي لعظمة الفخذ، كلكم عارفين هذا التجويف يطلق عليه رقم 4 ويسمى بالتجويف الحقي. سؤال سهل بسيط، بحط كل كلمة جنب الرقم بتاعها. باء، فسر ما يلي: يمكن أن يتكاثر الأرنب لا جنسيا بالإضافة لتكاثره جنسيا. بالطبع في تجارب أجريت في عمليات تسمى التوالد البكري الصناعي، كان يعامل فيها البويضات بتاعة الأرانب بإحدى الطرق الستة اللي انتوا حافظينهم، الوخز بدبوس أو الرج بشدة، أو معاملتها حراريا تسخين هين يعني، أو تعرضها لصدمات كهربية بسيطة، أو غمرها في محاليل أملاح، أو تعرضها لإشعاعات. ماذا يحدث في هذه الحالة؟ تتضاعف المادة الصبغية وينشأ عن ذلك جنينا، وهذا يعتبر تكاثرا لا جنسيا ولكنه صورة خاصة من التكاثر اللاجنسي. 2، للجينوم البشري أهمية كبرى في علم الجريمة. لو أنتوا خدتوا بالكم أن الصبغي رقم 8 يحمل جين البصمة الوراثية، ومن خلال هذا الجين يمكن معرفة صاحب هذا التتابع أو هذا الجين، وهو يستخدم في علم الجريمة وفي الطب الجنائي. الوحدة الحركية هي الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية، لأن انقباض العضلة هو محصلة انقباض جميع الوحدات الحركية له. أخيرا، إنتاج البويضات في أنثى الإنسان محدود. إنتاج البويضات في أنثى الإنسان محدود، لو هجاوبه علل، غير لو جاوبه فسر، لكن أنا بفضل أجاوبه بالاثنين. علل معناها لماذا وفسر معناها كيف. فكيف أولا تنتج بأعداد محدودة، وبعدين جاوبها لماذا. كيف؟ أنها تحدث فيها مرحلة التضاعف وهي جنين داخل الرحم، ثم تتوقف هذه المرحلة عند ولادتها ولا تقوم هذه المرحلة مرة ثانية. أيضا أن كل خلية بيضية أولية تنقسم ميوزيا وتعطي بويضة وثلاث أجسام قطبية وليست أربع بويضات، ومن هنا أصبح العدد محدود. لكن لماذا؟ لماذا العدد محدود؟ لأن الأبناء تتطلب رعاية من الأمهات، وبالتالي يجب أن يكون العدد محدود. طيب، نتناول باقي أسئلة الورقة الامتحانية ديت. والورقة الامتحانية ديت لو خدنا بالنا نشوف بقية الأسئلة. والسؤال طبعا بقية السؤال الرابع في جزئية لسه ما كملناهاش. الفقرة جيم بتقول: إذا علمت أن عدد الصبغيات الجسدية في خلية من جناح ذكر الجراد بتساوي 2 سين، في ضوء ذلك اكتب التركيب الصبغي المناسب لكل حالة من الحالات التالية. خلية جسدية
يبقى عدد الصبغيات الجسدية 2 سين. طب تبقى الخلايا الجسدية في الأنثى الجراد كام؟ الخلايا الجسدية فيها صبغيات جسدية وفيها صبغيات جنسية. فلما أجي أقول أنثى الجراد لو كان الصبغيات الجسدية في جناح الذكر 2 سين، فالخلايا الجسدية اللي في أنثى الجراد 2 سين زائد اكس اكس. ليه بقى؟ لأن أنثى الجراد كاملة الصبغيات الجنسية. طب الحيوان المنوي للجراد نصف هذه الصبغيات، ولو احتمالين، قد يكون سين زائد اكس او سين زائد زيرو صفر، يعني ما فيش صبغات جنسية. طب ليه؟ علشان الذكر بيقل صبغ جنسي عن الانثى. خلية جسدية في ذكر الجراد هتكون 2 سين زائد اكس وO او زيرو، معناه انه هو ما عندوش غير صبغي واحد. بويضة الجراد لا احتمال واحد فقط، هي سين زائد اكس. يبقى عندي اجابة سؤال بيعتمد على التفكير، ملوش علاقة بالحفظ لكن بسهولة جدا بيتجاوب. استكمالا لأسئلة السؤال الرابع، ساعد بنوك الأمشاك في زيادة الثروة الحيوانية وتحسين صفاتها الوراثية، فسر ذلك. كلنا نعمل أن في بنوك الأمشاك لا يتم حفظ الأمشاك المذكرة إلا للحيوانات التي تتميز بصفات وراثية عظيمة وهائلة ومميزة. طبعا هذه الأمشاك بقدر أفصلها إلى أمشاك تحمل الصبغ إكس تعطي إناثا، وحيوانات منوية تحمل الصبغ واي تعطي ذكورا، وعلى حسب احتياج هذا المزارع هل أو هذا الذي يقوم بتربية هذه الماشية. فإذا كان يريد إنتاج من الذكور فقط يتم إخصاب البويضات بالحيوانات المنوية تحمل واي، وهذا من أجل إنتاج اللحوم. أما إذا كان يرغب في إنتاج ألبان، وبالتالي يبقى حيرغب في إنتاج إناث، تبقى تخصب البويضة هنا بحيوان منوي بيحمل الصبغ إكس، وبالتالي نجحت بنوك الأمشاك في تحسين الثروة الحيوانية عالمياً.